السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة OTPHD ومع فيديو جديد حول كاشف الدخان ونظرا لأهمية هذا الجهاز الذي يكتشف الدخان ويقوم بإنذار من في المكان. طبعا عند فتح هذا الكاشف يعني هناك ثقبين من أجل تثبيته على السقف. طبعا بطارية، هذه البطارية هي بطارية من نوع 9 فولت، يعني سعة البطارية 9 فولت وتدوم لمدة سنة كما هو مشار إليه في ظهر الكاشف. طبعا هناك طريقة التي يقوم من خلالها ملتقط أو كاشف الدخان باكتشاف الدخان، يعني كما ترون هناك منبع ضوء داخل الكاشف، فهذا المنبع الضوء يقوم ملتقط بالتقاط هذه الحزم الضوئية داخل كاشف الدخان، وعندما يتعذر عليه التقاط هذه الحزمة الضوئية بفعل أو بتواجد الدخان يقوم بإنشاء أو بإنذار صوتي ومضات ضوئية باللون الأحمر. فيما يخص طريقة التركيب يمكن استعمال بوريين فقط، يعني من أجل تثبيت كشف الدخان في السقف، ويفضل أن يكون يعني في وسط السقف، يعني لا يجب وضعه في زاوية السقف وإنما يعني بمسافة تبعد عن السقف عن زاوية السقف على الأقل يعني 30 سنتيمتر كما يوضح الرسم. الآن نأتي إلى تجربة كشف الدخان وكيف يعمل. يعني مباشرة عند تواجد الدخان في مكان الذي ركب فيه هذا كشف الدخان يقوم بإرسال أو يقوم بومضات ضوئية باللون الأحمر كما تشاهدون، وبعد عدة ثواني يقوم بإصدار صوت مرتفع يمكن سماعه من مكان بعيد.